على متعة التسامح. بشكر كل أصدقائنا المتواصلين معانا على الفيسبوك، احنا متواصلين معاكم حالا على الهوا على الشباب والرياضة صفحتنا الرسمية، وكمان من امبارح بنتناقش على نادي النشاردات نت. دلوقتي احنا متواصلين معاكم على تليفوننا 2-57-56-977. بشكر كل أصدقائنا، أستاذ عبد الحي علي، أستاذ أحمد عبد المحسن، ميرو آخر العنقود، أستاذ محمد صادق، أستاذ حسام حسين، أستاذ حمدي يوسف، أم سيف وعمر، أستاذ صلاح الزيني، أستاذ مصطفى سليمان نوار. بصبح عليكم وبشكركم جدا. هقرا الرسائل حالا بعد المكالمة دي. على التليفون أستاذ عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا أفضل يعني في قمة السعادة إن أنا أتصل مع حضرتك. ده أنا اللي في قمة السعادة إن حضرتك اتصلت بينا. ربنا يبارك في سعادتك، ربنا يبارك في سعادتك. حضرتك بتتكلمي على التشكيله. ده عارفه ساعات لما يكون الانسان عنده قوه ان هو يجيب الاهداف يجمعه، ده فضل من الله سبحانه وتعالى. ايوه ونعمه بالله، صح. قوه التسامح، قوه. ده الموضوع من 2010 ورغم ذلك من 2010 وانا بجيبه وبسامح. الله الله، والله العظيم ده كان حضرتك. ربنا يتقبل منك التسامح الجميل. العفو، العفو. احنا هنيجي ايه في العفو الجميل يعني. معاك حق. بشكرك جدا. ده احنا اللي شاكرين لحضرتك حسن اتصالك وتسامحك الجميل. شكرا استاذ عادل.